تمثل العلاقات المصريه العراقيه نموذجا متميزا في العلاقات بين الدول العربيه في ظل المواقف الايجابيه من كلا الطرفين تجاه الطرف الاخر. وعلى الصعيد السياسي تتسم العلاقات بين القاهره وبغداد بالتنسيق والتشاور بشان القضايا والملفات الاقليميه والدوليه، فضلا عن العمل المشترك على مجابهه التحديات. تاريخ ممتد للعلاقات المصرية العراقية يجمع البلدين في ظل التفاهم والتنسيق المشترك بين القاهرة وبغداد والذي لا ترجع أهميته إلى كونه فقط نموذجا للعلاقات بين دولتين عربيتين لكل منهما وزن سياسي واقتصادي وانما تتمثل أهميته في الكشف عن مجمل العوامل التي شكلت ملامح تلك العلاقات منذ تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 ومن ثم انعكاسها على المنطقة العربية ونظرا لتكامل موقع مصر والعراق الجغرافي والاستراتيجي فرض ذلك عليهما تحمل عبء الدفاع عن مصالح المنطقة إلى جانب القوى العربية الأخرى وياتي ذلك في ظل تاكيد مصري على الثوابت الراسخه بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي فضلا عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الاصعده ومساعدته على تجاوز كافه التحديات لا سيما ما يتعلق بحربه على الارهاب واستعاده الامن والاستقرار. وفي ترجمه واضحه لدعم العراق تحرص مصر على المشاركه في مختلف الفعاليات المعنيه بذلك ومن بينها مؤتمر بغداد للتعاون والشراكه والذي انعقدت فعاليات نسخته الثانيه في الاردن في نهايه عام 2022 حيث ثمنت مصر الجهود والتضحيات الباسله والغاليه التي تكبدها الشعب العراقي الشقيق في مواجهه الارهاب مؤكده على رفض القاهره الكامل لاي تدخل في شؤون العراق ودعم وحده الاراضي العراقيه والجهود الدؤوبه التي تسهم بشكل ملموس في ترسيخ مفهوم الوطن الامن ويشهد الوقت الراهن انفتاحا واضحا من البلدين تجاه تعزيز العلاقات واقامه علاقات وتوقيع مذكرات واتفاقيات في مختلف اوجه التعاون مع مع استعداد واضح من مصر لدعم شمول العمليه السياسيه في العراق لجميع الاطياف العراقيه دون استثناء وقد انعكس ذلك في تبادل مكثف لزيارات رفيعه المستوى بين مسؤولي البلدين بما يواكب اهميه ومحوريه العلاقات بين مصر والعراق